مرحبا بكل من التحق بينا توا في الويكاند في الجزء الثالث والاخير وختامها مسك. علاش مسك؟ على خاطر التحق بينا مخرج فيلم حس، فيلم حس اللي مشارك في الجي سي سي في ايام قرطاج السينمائيه، معنا هيفل بن يوسف. مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بالناس اللي تفرجوا فينا الكل. مرحبا بك ومبروك على العمل هذايا، تنحكوا عليه باكثر تفاصيل. رحب زدا كيف حسين بوراوي ممثل في فيلم حس، مرحبا بك. مرحبا بك وميرسي على الانفيتاسيون. يعطيكم الصحه على العمل هذايا، انا شفت شويه سرقت لكم شويه هكا جديني شي هكا لقطات من التيزر ومن برشا حاجات وريتهم لنا هيفل. انا ديما عندي سكوبيت. أيوة. يا عبير هكا تو ما ننساوش عاد ما ننساوش عبير البناني المثيره للجدل اللي تقولي عليه مثيره للجدل. عبير البناني اللي هي زاد كيف مشاركه في فيلم حس، هي البيرسوناج اللي تدور عليها الحس ظهر لي. هي اللي تعرف الحس دي. فهمت علاش مثيره للجدل توا عبير؟ على الفيلم هذا مش لا انت مثير اينما تمرين تحدثين جدل. سي ليسونسييل دو جامي باسي انابيرسو. عندك دي ليني روج معناها فما عندك ادوار كي تقرا تقول لي انا هذا ما نعملوش. جيتي سور ان غران سيناريو اللي حبيته بطريقه غير عاديه، قلت له لا سول كونديسيون باش نجم نمثل معاك سيت سيكونس ما نعملهاش. انا عندي ولدي غدوه باسكو يا اون سين ك الحقيقه دابخي ما قريت انا في السيناريو يسرح له الفيلم السير لو فيلم على خاطر يلقاو بعضهم بالحق ياسر قرب لي دو بيرسوناج. قلت له انا هذا ما نجمش نخدمه كما انت تاخذ معناتها كاتبه معناها على خاطر الصراحه هذه المزيانه برشا. نحب نهزك الجو تيكو تاك وخا نشوفك صريحه ولا ساعه اعطينا تيورات التيكو تاك خا نشوفوا. انا صورت لك فارس الاحلام بلوز او موا لو برانس شارمون. كيفاش ينجم يكون لو برانس شارمون تاع عبير البناني؟ اخترت لك كلكو بروفيل. ايه ليه انا البرانس شارمون؟ كلكو بروفيل عبير. ها إيه. كون صريحه مع نفسك مع ذاتك. إيه ما تقصيتي صريحه مع نفسك. ما تقصيتي على نواح. مي البرانس شارمون سي با فيزيك راهو سي لام. اي هو راهو انا عطيتك دي بيرسوناج. دي بيرسوناج وراهم برشا قصص. عاد انت في دومين التمثيل وتعرف عاد. جورج كلوني وظافر العابدين وجورج كلوني. بون لو شوا سو في تري فاسيل. ظافر عابدين. ظافر العابدين. اي واضح واضح. اعطينا التصويره اللي من بعد نخليه ظافر العابدين. اي نخليه ظافر العابدين. اعطينا التصويره اللي من بعد ظافر العابدين ومع الفارو مورتي لو بروفيسور. لو بروفيسور علاش اخترته لك لانتيليجونس؟ دون لا فيكسيون ما نعرفش في الدنيا كيفاش ظافر العابدين. بلادي مش كان اللي من برا جاي من بعد في عينك احلى. اي نشوفوا البروفيل اللي من بعد. البروفيل اللي من بعد اللي هو ميشيل مورون. ذا هل ما عندك ما تقول لهنا يا ايطاليا راهو شو كستيل وكل سي لو سو لو سو كار ذا في العبدي اسرع اسرارا ذا في العبدي اللي بعده. بي انا جبت لك محبوب الجماهير في مصر معني العبيد تبدا هكا طايحه كي البطاطا عليك. امن بالله احمد ما تعرفوش؟ والله لا والله ليه؟ والله لا نعرف. عندك الحق ما تحبش تمشي لمصر. سي بون فهمت. اقعد 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 غادي خير. ذا في العبدي ذا في العبدي. نختم انا معاك بالسوريز سور لو جاتو. مازال فما واحد اخر؟ اي توم اليس لوسيفر. اه عبيد لوسيفر مورنينج ستار الشهير. بس رسامبل ضاف العبدي. لا ضاف العبدي انا نحترم رايك. انا نحب التونسي صناعه محليه. لا بالحق ديما هاني لابسه السفساري كي نمشي في اي مهرجان نلبس عربي. نحب لو برودوي تونيزيان. خلينا نهزكم توا لبلاصه اخرى خلينا نرجعوا للروح خلينا نرجعوا للحس للفوضى للجوج. ما هكا هيفل بن يوسف عامل برشا حس دغنيغمون معناها خادم دي كور ميتراج مزيانين برشا دونك بدا بولدك راجل اللي هو فيكسيون شويه في بالي و راجل هو دوك فيكسيون فيلم تويت مش قصير. من بعد عملنا ماندا
تعرف الفيرتور تاع ايام خاطر سي ما اي عملناه بعد عملنا بسكليت وسنين الحس توا جينيرالمون لو مارشي تونيزيان كي نحكيو على احنا صناعه السينما في تونس صناعه السينما مازالت ما دخلتش في عقليتنا او ثقافتنا لو كور ميتراج سي با كوميرسيال يعني مخرج باش انفيستي ولا باش يجيب دي سبونسور يخدم بهم ان كور ميتراج سي كو باش يشارك في بهم في في لازمنا نفهموا ساعه السينما شنو يخدم كان في في, في مثلا تظاهرات في مهرجانات مي باش رونتابيليز نقولوا احنا باش يرجع ما عنديش ما عنديش عقليه التونسي باش يدخل مثلا يمشي يتفرج في كور ميتراج اوغ جي سي سي والا اي تظاهره اخرى سي اليوم ظهر المخرج يلقى ديفيكولتي باش ينتج الدوكيومونتير والا الكور ميتراج بارابور او لون ميتراج اللي ينجم يدخل من مداخل وفلوس. ما هو يلزمنا نفهموا ساعه لي دو ميكانيزم تاع السينما الموجوده في العالم كله مش كان في تونس، فما السينما المؤلف اللي هي قائمه على بايور دو فون وعلى الورشات الكتابه وعلى زيد وكل شيء وعلى الدعم، وفما السينما كوميرسيال اللي هي صعيب باش تعملها في تنجم تعملها في تونس اما ديما ريسك صعيب خاطر ما عندناش برشا قاعات سينما. شويه كهو خاطر ديستريبيوتور باش ياخذ بورسنتاج مولا سالا باش ياخذ بورسنتاج باش يقعد لك حكايه فارغه فهمت لي بلاتفورم التونسي خلينا نقولها مازال ما يحبش يخلص سي انا اصحابي يقول لي ابعث لي اليان تاع الفيلم قول له ادخل على اختفاي ولا حاجه يقول له خلص يتغشش صحيح فهمت دونك فما السينما علاش لي كور ميتراج مش حكايه صعيب ولا حاجه الكور ميتراج نجم تلقى له بايور دو فون نجم تلقى له ديما انك كيفاش تلم فلوس تاع كور ميتراج اسهل من انك لون ديجا بسكليت هي اكثر اكسبيريونس تنجم تعبر اللي البايور دو فون يحطوا الفلوس جينيرالمون هاي في نعرف انا اللي يبدا يحضر في فيلم ليتاب نتاع البريباراسيون نتاع التحضيرات تتم ولا الا تكون اطول برشا من التورناج اول حاجه قداش قعدت البيريود هذه والكاست هذيك كيفاش لميتو صغير جون هكا كله روح انا ديما نقول ريتك تبدا تكتب فما ساعات الشخصيه ما تعرفهاش غاطس فيها بعد تبدا تلوج تنجم تشوفها في ولد حومتك تنجم تشوفها في واحد في قهوه ساعات تبدا تكتب اون فونكسيون دو اما مالغري هذا راه فما كاستينغ من بعد ما عرفش عليه فما كيما قالت عبير كان يناديو لي نمشي ما عرفش علاش فما ممثلين يحشموا ليه هذيك هي معناها اللي باز ماشي قاموسهم الكاستينغ تنجم تكون ممثل كبير برشا ما تجيش على الرول هذاك ما تجيش على الدور هذاك دونك عادي من حق اي مخرج انه يعمل لك كاستينغ يعمل لك تيست كاميرا انك تجرب انت وياه فما حتى ساعات نجربوا بالجمعه جمعه نص من بعض سامحش با كيما ساعات تهز عبد ماهوش ممثل ماهيش غلطه زاد عادش بيه انا شفت انا ما عرفش متعدي في الشارع شفت هذا قلت هو اللي نكتب فيه نهز ونبرف معاه كل شيء تو اسيم من بعد معناها دونك خلينا نمشيو احنا نمشيو ناخذوا اكثر هكا فكره على حس نشوفوا ديزيكستري هكا اقصار من الحس ونرجعوا بيان سور وباش نكملوا الحوار نتاعنا مع الاكتور نتاعنا حسام بوراوي مبروك ثم ورقه توا واللي هو واخذ نورمالمون دور بطوله في الحس اما قبل ما تحكي لي على الغول نتاعك في حس انا نعرف اللي هذه سي لا دوزيام سي لا دوزيام فوا اللي نتعاملوا مع بعضنا يعني وهيفل تتفاهموا الحس اول مره معك الحس هي اول مره راه خاطر الحس تصور ومن بعد صورت الاخر ومن بعد رجعت المونتاج الحس تصور قبل بسكليت مي سينو انت قبل هيفل شنو عامل في الدنيا؟ دونك اصلي صحافي ديجا وماستر سيونس بوليتيك اما عامل مسرح ملي كنت صغير تستناو من جي سي سي ان شاء الله هل ديما واحد كيبدا عامل برودكسيون تاع الفيلم ولا اكتور فما كل احساس يقول لك انا يا خويا باش نوصل هايف اهم حاجه لو بارتاج مع الببليك خاطر ذاك اللي يفهم والاجابه راهي هي باش تعرف انت الفيلم نجح ما نجحش خلينا من اللي بخي وخلينا من اللجنه وغيره لهنا كي ترى الجمهور وتفاعل الجمهور وكي خارج سورتو الجمهور من الساله شنو يحكي ظهر لي هذه اكثر اجابه واكبر بخي خاصه جمهور السينما ما يزينش راه عجبو ما عجبوش الناس مسمع جمهور الجي سي سي بالطبيعه يحسدون عليه جمهور الجي سي سي في مراكش مراكش في القاهره وفي البلايص الكل كان فيستيفال معناها يفتق بالاورغانيزاسيون قد ما نقول لك معناها زيرو فوت قول انتم عندكم جمهور جي سي سي ما عندناش بالحق فما ناس نعرفهم يجوا من الجنوب من جهه الجمعه نتاع يوم خلطه السينمائيه معناها يكريو في تونس يجوا في ولا تونتا نتاع اللي صار وقتها جوست قبل الخمس ما يوقفهم شيء يشدوا الصف ويوليوا متربين شعب يولي منظم سي لي سينيفيل فوالا
دونك يعطيكم الصحة، إن شاء الله يكون عمل ناجح، إن شاء الله يكلل بنجاح. الإجابة متاع الجمهور أو الرياكسيون متاع الجمهور أوكي مطلوبة، لكن البخي زها اللي زادة البري مطلوبة على الأخر. إن شاء الله مبروك عليكم العمل هذي، إن شاء الله يلقى برشا سكسي ويعمل برشا 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 حس. عبي البناني تحب تعمل غوميرسيمون زها اللي ولا غميز عن بوتي أنجيل بوتي في المعالجة نادرة اللي أنا مور يعطيها الصحة يفضلها. Je remplis mon fils de bisous et d'amour. Tu es la raison de ma vie. Et Inch'Allah, barcha barcha cinéma et vive la Tunisie. Merci beaucoup à Abir El-Banani. Merci Haïf El-Ben Youssef. Et la découverte de JCC l'année. Je vous conseille de vous faire un petit peu de Hussein Bouraoui, la prestation El-Heyla, qui a fait le film El-Hiss. Donc, nous allons vous faire un petit peu de nous dans le VTR, B-Mogue, Tabia, et nous allons vous الجمال الطبيعي. كنقولوا جمال طبيعي نقولوا بموج الطبيعي، وكنقولوا بموج الطبيعي نقولوا مدام منيا غزيل خبيره الاعشاب. مرحبا بك مدام منيا. يعيشك ويحفظك ويفضلك. الحمد لله. خلينا نذكروا اول حاجه انه برودويات بموج الطبيعي هي مطابقه للمواصفات الجوده العالميه والاوروبيه، بي اش نوتر، سون سيليكون، سون بارابين، 100% طبيعيه بالحق يعني، سون سولفات سورتو. دونك بالحق ما نجم يكون كان برودويات هايلي. اليوم على شنو باش تحكي لنا؟ هذاك علاش احنا مشاركين في معرض الكوسمتيك في دبي. في دبي فوالا. يعطيك الصح. قلنا احنا الخريف جانا، والمشكله الكبيره نتاعنا الكل نساء ورجال في الخريف اللي هو تساقط الشعر. اليوم شو تعطينا مدام منى؟ تساقط الشعر ساعه اول حاجه اللي واحد شعره طايح يلزم يتفقد سنيه قبل، خاطر السوسه اللي هي عندها غابور كبير على التساقط نتاع الشعر. واحنا التساقط نتاع الشعر راهو عندنا كل يوم عندك 165 شعره يطير، وعندك قدهم دو فوا اللي هما يطلعوا، ونسى اون جينيرال اللي هما الشعر التوندونس يوخر من قدام، والرجال يجي من هون. دونك المنتوجات نتاعنا الكل راهم نساء ورجال اللي هما ينجموا يستعملوهم. اللي عندنا انا ادابتي نساء ورجال يعني القدوي، مش كان نساء برك، راهم في بيموك تلقى حتى للرجال. دونك ثم الزيت انا كما قلت قبيله كنا مسمينه زيت الحريقه، توا انا بدلناه معناها اكسترا روبوس تشوفو، اما فيه الحريقه، فيه الصدر، فيه بوكو دو فيتامين. خلطه هايله، خلطه هايله اللي هو يوقف الشو دو شوفو وينبت الشعر ويغذي الشعر درجه غريبه. دونك ثم الزيت اللي هذا اللي هو معمول سوان شوفو اللي هو فيه النوا دو كوكو بيغ، وفيه دي فيتامين يتعمل على جلدة الراس ما يخليش الشعره توجع تجي تطيح، ويعاود ينبتها يعاون ينبتها اللي ينبتها هو زيت الحريقه، ويعاود يرطب الشعره ويطول الشعر. دونك هذا فريمون سوبر افيكاس. هو ديجا انت مسميته ماجيك. ماجيك وي. وعلى فكره اللي يعملوا في الشيميوثيرابي اللي يجي باش يشري تاع شيل دو شوفو وهذا اللي باش يرطب راهو عنده ان بخي سبيسيال. اتصال، خلينا ناخذ معنا اول متصله اليوم تعطينا تيمونياج نتاعها فيما يخص منتوجات بيموغ. على السلامه. يا سلامه. مرحبا بك يا لالا. مرحبا بكم يا لالا، نورتونا. يعيشك، ينور عليك. على برشا عليكم عادة. يعيشك، مرحبا. شنو اسمك ومنين تتصل بينا؟ سميه معاك. منين يا سميه؟ من اريانا. مرحبا بك ومرحبا. مرحبا بكل جمهورنا في اريانا. دونك شنو استعملت من بيموغ الطبيعي وشنو هو رايك في البرودوي؟ روعة البرودوي مدام منيا غزايل ما شاء الله، ربي يبارك لها ويشد لها صحة بدينها. أنا ناخذ من عندها ديما في البرودوي نتاع الوجه كرون دو سوليي، ديما في الحالة الأول، السيرة ذاك نتاع السيروم، وهذوما ديما الحقيقة ديما نستعمل فيهم، ديما واضح عليهم. ادخل في المسابقه ادخل خلاص. يعطيك الصحة، عجبك البرودوي مشى معاك عطاك نتيجة؟
هي كانوا الزور كلهم هذوما ثلاثه اللي خسرين عطاوني النتيجه 100% زاده مش طريفه الحمد لله لازم صحه ان شاء الله بالحقيقه والله يعطيك الصحه مدام والله يعطيها الصحه صدقني وسلم عليها برشا ونقول لها برشا يعطيها ربي يبارك لها وقول لها انت ديما في حاجه تخرى جديده ادخل على الباج برنامج الويكاند شوف نعاود نحكي لك الحكايه انا على خاطر مدام منيا وبيموك طبيعي عاملين مسابقه سبت واحد باش يربح فيها شخص واحد انك تجاوب على السؤال اللي موجود على الباج نتاع بيموك الطبيعي وبرنامج الويكاند السؤال هو كان تبعتنا البارح البرودوي اللي انت تستعمل فيه اللي هو الاسكربو السيروم مش السيروم الكريم ومعاها ليكرون سولير ولا عليهم برومو سبيسيال دونك معليك كان تحط السوم اللي ولا فيه البرودوي هذايا الباك اللي هو ايكرون سولير ومعاه كريمة الاسكربو قداش ولا سومه تدخل تعمل كومنتير على الباج وبيان سور بعد نعملوا التيراج ونشوفوا شكون اللي فايزه معنا بالباك هذا يعطيك الصحة على الاتصال دونك المنتوجات كلهم موجودين مرحبا بكم الناس الكل اللي عنده حاجه راهو حتى كان ما نجاوبوش في التليفون خليوا الميساج راهو في الليل ليكيب ترجع وتكلم العباد الكل وانا خليوا على باج بيموك الطبيعي فوالا دونك يعطيك صحه مدام منى هذه فقره الجميل الطبيعي نرجعوا للبلاتو دونك كانت هذه فقره الجمال الطبيعي البيموغ الطبيعي مدام مونيا غزيل دونك ما تنساوش رانا باش نعملوا تيراج الجمعه الجايه دونك ما عادش فما فايز برك راه فما زوز فايزين هما اللي باش يربحوا معانا الجام اللي ابار اللي هي الجام الاسكارغو فما جام اونتي تاش اللي فيها 4 برودوي واللي سومها 190 دينار الجام هذيا فيها قماش فيها صابون فيها كريم اونتي ري اونتي تاش بلوتو وفيها زادا كيف كيف ايكرون سولير دونك جاوبوا صحيح على الباج نتاع الويكاند والا على باج بيموك طبيعي على الفيتير هذيا وبيان سور باش تربحوا معانا كادو بعد ما نعملوا التيراج نذكروا انه لي برودوي كلهم ناتوريل بي اش نوتر 100% ناتوريل سان كونسيرفاتور سان كولوران سان بارابين يعني اموركم واضحه 100% وراهي كونفورم للمواصفات الاوروبيه والعالميه انا زادا كيف كيف نحب نشكر ياسير ياسير اللي ميسر لنا حياتنا كما كل حلقه عاده كما كالعاده وفي كل حلقه من برنامج الويكاند نحكيو على بون بلان تاع ياسير اكسبريس اللي توصلكم الماكله وين ما تكونوا في تونس الكبرى سوسه صفاقس ولا في المستير دونك ياسير اكسبريس تحط على ذمتكم من احسن لي ريستوران اللي موجودين في تونس نحكيو اليوم بطبيعه على البلان بي وشكون ما يعرفش البلان بي اللي يدللنا بابن لي ساندويتش ولي سلاد وبالاخص بيان سور لي منو بور انفون لي منو كيدز اللي هما حاجه بنينه للصغيرات نتاعنا كما نعرفوا بلان بي موجود في برشا بلايص في تونس الكبرى في سوسه وفي صفاقس واللي فريزون توصل لكم وتضمن لكم تضمنها لكم بيان سور ياسير اكسبريس وهكاك المشكله نتاعك محلوله دونك ما تخممش شكون باش يوصل لك القضيه ولا شكون باش يوصل لك الماكله نتاعك دونك معك ياسير اكسبريس اكماندي وبالك مرتاح من اي بلاصه وبلان بي بيان سور ما غير ما نشكروه ما نحكيوش عليه دونك الحاجه اللي تودوها وتشتهيوها موجوده في البلان بي وصلنا توا للصحيح الصحيحه مع الشيفه فتحيه والفينيش محضرت لنا البنه والماكله العزيزه الغاليه مع الشيفه فتحيه اكثر حاجه مزينه الطاوله يا صفاء هي السلطه اللي عملتها انت ساعه الله نبدا بالسلطه هذه اللي هي بالسلطه المشويه الصنافه عملت جوست سلطه بلانكيت صمت لها عظم المزرعه وحطيت لها تن الموجه اللي بزيت زيتونه في ساعه في ساعه تعرفوا الويكاند العباد تحبش ياسر تدخل الكوجينه هذوم الحاجات السهلين اللي تنجموا تعملوهم في ساعة وخفيف واللي تاكلوا سوغ لو بوس كما نقولوا معناها يتهزوا على الصوابع تاكلوهم وانتم ما غير لا تعب ولا شقاء. بحنا هذا اليوم وريتكم كيفاش تعملوا العصيده العربي اللي هي عصيده السميد، عصيده السميد راهي وريتكم كيفاش تصفيوها كيفاش تعصدوها، عملت منها حلوه ومالحه قبل كانوا يعملوها مالحه السميد نتاعها يتاكل في بقعه الخبز، هذاك علاش يعملوها بالقلايه ولا بالشكشوكه، انا اليوم اخترت نعملها بالقلايه، القلايه اللي بالهبره داند
مزرعة فوحتها بالهريسة سيكام وشوية طماطم فرشكة اللي بالثوم. بالطبيعة السميد متاعي راهو سميد وردة الجويد، ونعرفوا اللي السبيسياليتي متاع وردة في نوع السميد كونه السميد متاعهم مفروز ماهوش سميد مخلط، معناها كي يقول لك متوسط يطلع متوسط، الحبه نتاعو متوسطه، مع يتسمى كاليبغي، كل كاليبغاج يمشي في باكوه بالصحيح. هذاك علاش جاتني عصيده ناجحه، عملت بحذاها بالزبده والسكر باش تبدا عندي عصيده حلوه. مع هذا عندي الكعابر هذوما اللي عملتهم بالحليب كونسنتري دانا، انتم قليل ياسر وين نعملوا كعابر كيما اليويو اللي في بنزرت يسميهم كعبور، لكن يعملوهم بالحليب كونسنتري، هما بالفارينه سبيسيال جاتو ورده، مخلطتهم تخليط فيهم كعب عظام مزرعه، هذاك اللي طلبوا جوست استعملت فيهم، حطيتهم قليتهم في الزيت، غطستهم في السكر، ما تنسوش تحطوا باكو فاني والا نكته عطرشيه تمشي بالقداء مع المطعم تاعهم، وقليتهم وفي وقت قياسي الويكاند خفيف. ان شاء الله ما نكونش كثرت عليكم في لي منيو، لكن كي تحضروهم هكا في الويكاند صدقوني يطلعوا لعبه نتاع وقت وصافي، هكا شاهده عليا. هذايا ان شاء الله اليوم نهار سبت، ان شاء الله غدوه دبره جديده نكملوا بها الويكاند نتاعنا. يعطيك الصحه الشيفه تحيا، عندك جوري اليوم باش تجي تذوق وتقيم عادل، سورتو على كسلاطه اللي عملتها انا تاع الرب. دونك خليني نعطي الفدوش لشكون تحب تعمل غوميرسيمون؟ انا كي العاده والله لا يقطع لي عاده، دونك نعمل الغوميرسيمون نتاعي لفلور دو ليس، دونك فلور دو ليس والليكيب نتاعها اللي هما ديما نقول راهم بونكتويل على الاخر معانا ويفرحوا بينا على الاخر. دايوغ شوفوا لا ميزون بوتي انا وصفاء قداش يطلعونا محلينا. نعمل زادا غوميرسيمون كبير لدالي محمد علي الفوتوغراف اللي جينا سبيسيالمون باش يصورنا، دونك نوجه له تحيه. وشكون اخر ملبسنا لي زاكسسوار صفوف؟ هاي خليني انا نحب نشكر اماني حمروني سبيسيال غوميرسيمون اللي عند فلور دو ليس اللي تعمل دريساج نتاع الشعر والحاجات المزيانه اللي كنا نحب نقولها ميرسي بوكو. بيان سور نشكر حبيبه جولري على لي زاكسسوار اللي تلقاوها في اوتيل كونكورد لاك واحد، تلقاو عندها دي بيس اونيك، حاجات ديف اما بلي بيير بريسيوز اي سيمي بريسيوز. باج فيسبوك نتاعها وانستغرام حبيبه جولري، امشيو طلوا سور بلاس على خاطر بالحق حاجات ياسر ميزانين وياسر روعه. كيف كيف ما نعمل غوميرسيمون لناصر بيوتي بور لي زيكستونسيون دي شفو نتاعي الشعري، ديما نقولها خليتوني شعري قصير جيتكم شعري طويل سبحانه. دونك نعملوا غوميرسيمون اللي هو موجود في لاك اثنين باج فيسبوك وانستغرام ناصر بيوتي. احنا هكا نكونوا وصلنا نهايه حلقتنا لليوم، حلقه سبت من الويكاند، نتقابلوا غدوه ان شاء الله نهار الاحد وبرشا برشا امبيونس. غدوه حلقه سبيسيال المولد، اي وي غدوه حلقه سبيسيال المولد، دونك برشا جو غدوه استنيونا. تصنيفك تفوت قدام وتشفيهم من نار القايدة، طيب نقلي ولا نشوي معونه كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوفه معنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق والباقي العيلة بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS cuisiner autrement. سير مؤسسة سيا مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمطابخ وللمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. عيش
عشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ أحسن دجاجة دجاجة المزرعة متفهمينة؟ داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم.